مساحتنا الأولى ميسان رح تكون طبعا بين اللون والفكرة والإبداع، بيرسم حلم بعيون طفل بحاكي روح الفن. رح نتعرف اليوم على مسابقة مميزة عم بتحاكي ألوان وأفكار لعام 2021، حملت عنوان نحو عالم ملون بهدف تعزيز قيم المحبة الصداقة والتسامح. يعني هي حالة تشاركية زينب بين وزارة التربية وصالة الفنون، رح نتحدث فيها عن مراحلها وأهميتها مع الفنان التشكيلي بديع جحجاح سفير جمعية ألوان من أجل السلام. يسعد صباحك. والسي الانسه ساندرا النابلسي الموجهه الاولى لماده التربيه الفنيه البصريه والجماليه في وزاره التربيه. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. صباح النور. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. يعني بالبدايه خلينا نبتدي معك استاذ بديع ونحكي عن المسابقه الوان وافكار لعام 2021 رح تبلش بشهر شباط لحتى نيسان و15 ايار نتائج. مزبوط صحيح. اولا صباح الخير للتلاميذ والطلاب والاهالي، كونه مشروعنا هو بيحكي مع العائله قبل ما يحكي مع التلميذ والطالب. اليوم الوان وافكار بدات ب 2017 واستمرت 2018، انقطعت ب 19 و20 لاسباب لها علاقه بموضوع الصحه وتعرفوا كورونا ومشاكلها. اليوم ب 2021 نحن عم نقدمها على ثلاث محاور. المحور الأول اللي له علاقة بالحلقة الأولى اللي هو الابتدائي، عم نربح 100 تلميذ. نحن خلينا نقول الغاية والقيمة هي إنه بناء جسر بين صالات العرض التشكيلية، بناء جسر بين الفنانين التشكيليين اللي هن عندهم هم وطني خليني أقول، وعندهم قدرة على التشاركية من خلال الأفكار اللي ممكن يطلقوها للتلاميذ، زائد حتى البنية المالية. نحن اليوم وقت بيجينا أي دخولات مالية لمشاريعنا اللي بنشتغل فيها، ففي جزء عم بيكون هو لجيل جديد. نحن بنتمنى يكون مطلع على قضايا الفن، على قضايا اقتناء اللوحة، على أهمية اللوحة، وحتى على أهمية الفن كمؤشر له علاقة برسالة عالمية. لأنه بتعرفوا أنتوا دائما المدن الكبرى اليوم بتحكي عن فنون العمارة، بتحكي عن المتاحف، صحيح. بتحكي عن المميزات اللي لها علاقة بهذا الرقي اللي احنا بنتمناه ببلادنا إن شاء الله. يعني هي الحالة يمكن الثقافية الجمالية الإبداعية اللي ممكن تكون موجودة ومنكون عم نشجع عليها يمكن أطفالنا أنه هن يكون عندهم هذا الفكر الإبداعي. أنسة ساندرا خلينا نحكي اليوم عن أهمية هي المسابقة بالنسبة لكم أنتوا، قديش ممكن تحفز فعلا الأفكار الإبداعية عند الأطفال؟ هلأ بنحكي على بشكل عام المسابقات كيف بتكون. هلأ أهميتها بتكمن بتنمية روح المنافسة الإيجابية، إثبات الذات، في عنا نشر وعي اجتماعي وثقافي، بتعمل حالة من البحث للمعلومات حول إذا كانت فنية أو اجتماعية أو ثقافية أو مهما كان الموضوع. كمان بتغير من سمات أو بتطور من سمات الشخصية لدى الأطفال أو التلاميذ والطلاب، بتعمل استجابة لميولهم ورغباتهم وبتأثر باتجاهاتهم، فكثير بتعمل تغيير. كمان في إلى اتجاه آخر إذا إحنا ما بدنا نفكر فقط بالأطفال، لكن هي بتعمل توطيد علاقات بين التلاميذ والطلاب وبين مدرسين ومعلمين، وأيضا بين المعلمين والمدرسين وإدارتهم، ولا شك المراحل العمرية طبعاً موجودة معكم بالمسابقة، ولا شك بتعمل توثيق علاقات بين الأسرة للطلاب والتلاميذ وبين أسرة المدرسة. طيب خلينا نحكي خلينا نحكي استاذ بديع، يعني هلا انت وقاعد طلعت ببالك فكره بالاضافه للجوائز للطلاب جوائز للمعلمين ايضا بدك تعلن عبر الاخباريه. جميل. كنت عم بتناقش الحقيقه نحن اليوم ضمن منظومه مال الفن بنحب نصرفه للفن،
فكنت عامل لها لسان. اليوم اجانا هيك بعض الناس دعمت مشروعنا واشتريت واقتنت من عنا دبويشنا واشيائنا وقضايانا، ففي حصه قلت لها لازم نصرفها نحن. او خلينا نوضح انه دائما بالحلقه الاولى الاساسيه في عنا 100 تلميذ رح يفوز من خلال 100 لوحه، وكل طالب حيكون في له شهادته وكتالوج مكتوب اسمه فيه واسم مدرسته زائد قيمه رمزيه 10,000 ليره، نوع من الدعم البسيط تشجيع يعني. اثنين بالنسبة للمرحلة الإعدادي حيكون في عنا 30 فائز، كمان رح ترتفع الجائزة ل 15، بعدين بتصير 20 بالنسبة للثانوي. نحن القضية ليست بالفكرة المالية، لا، أنت مجموع القيم المالية بيعمل مبلغ بالمحصلة، لكن صحيح. هي نوع القيمة والاحتفالية هي في التعاطي مع المسابقة والشراكة الوطنية بين أطراف مختلفين وعلى ضفاف مختلفة. فنحن عم نقول خلونا نصرف، انه المحافظه اللي عم بيجينا منها الاعمال مهمه واعمال جيده رح نكافئ فيها الموجه المسؤول زائد المدرس او المدرسه اللي كان هي على اطلاع وعلى اشراف مباشر وعم بيجي ناتج كثير مهم، لانه كمان هن بحاجه لتحفيز المعلمين. برافو. لانه عم يبذلوا جهد كثير كبير مع الطلاب، عم يدعمون، عم يوقفوا جنبهم، عم ياخذوا من وقتهم يعني طبعا كثير. برافو كثير. ونحن الحقيقه ما كنا بدنا نقول قديش هي القيمه، لكن انا رح اقول انه هي بين ال 25,000 لل 50,000 رح يكون هيدي القيمه موزعه على هالشخصيتين هي. وبرجع بقول نحن ما بدنا نحكي في القضيه الماليه، لانه القضيه الماليه هي اذا بتشوفها لحالها ممكن تكون هي بسيطه امام التحولات الاقتصاديه الكبيره اليوم، لكن انا بيهمني انه هي الشراكه اليوم والاداء المباشر، وانه نحن نمنح قليل من اللون على هيدي الايام الرماديه اللي احنا كلياتنا عم نمر فيها، لانه احنا عمليا ما لنا منفصلين عن واقعنا، في عندنا كثير مشاكل، في عندنا كثير قضايا مهمه، لكن خلينا نشوف عبر رؤيه وزاره التربيه وافكارنا وانه كيف قدرت تخلق هذه المنظومه، نشوف الجزء المليان في هذه القضيه. طاقه ايجابيه يعني حتى يطلعوا، انه في شيء، انه في شيء عم بيصير. يعني الناس ما نايمه بالمحصله يعني، انت اليوم بتقولي لي انه والله سفير جمعيه الوان من اجل السلام الايطاليه او العالميه اليوم مثلا، نحن اليوم فكره العالميه، اليوم العالميه تبدا من عتبه بيتك، العالميه تبدا من الناس اللي بتحبك، من اهلك وعالمك ومحيطك. حتى كلمه فنان اليوم انا صرت اعملها لساندرا، اليوم صارت معومه مثل كلمه دكتور. صح. يعني مين ما كان صار دكتور، مين ما كان صار فنان. صح. ومين ما لا، انا 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 برايي انه لا، يجب اعاده بناء بوصله لهدول المفردتين. فنان يعني هو عباره عن فكره دائري وليس فكره وحيد الاتجاه. صحيح. ليست الفكره هو تمجيد شخصك او والله انه الانا الخاصه فيك، الانا وعيك للانا هي ان الدوب في الأنا الآخر، فلذلك هي هذه الشراكة وهذا الجسر اللي احنا دائما بنحكي فيه. نعم. وطبعا أي مبدع هو يعني يمكن بياخذ وقت الإبداع وبياخذ جهد وبياخذ تعب وبده رحلة طويلة يعني من العمل الدؤوب والجهد الكبير. يعني أتخيل عالمي الذي أحب هو عنوان الموضوع يلي طرحته للمرحلة العمرية الأولى. ليش اخترتوا هذا الموضوع وقديش فعلا بيقدر يعبر طلاب هاي المرحلة العمرية عن مكنوناتهم من خلال الرسم بهذا الموضوع؟ تمام. هلا بالنسبة لهذه الفترة العمرية ليش قلنا انه رؤية عالمي الذي احب؟ لانه الطفل هو القادر وحده انه يعبر عن عالمه. هلا بس بدي اقول انه عم يمرق معنا البروشورات الخاصه بالمسابقه، يعني عم نشوفهم على البروميات، عم نشوفهم على الشاشه، عم نشوفهم كل العالم مشان كمان يتشجعوا. انه بهذه الفتره العمريه الطفل هو قادر انه يعبر عن ذاته من غير تدخل خارجي، فهو عنده خيال بعكس العمر الاكبر، فعنده خيال واسع لأنه يختار عالمه اللي هو فيه. مثل ما ذكر بديع قبل بلقاءات أخرى، هو عالمه مثلا ببيته، بحديقته، مو بس هيك يعني بخياله في عالم خاص له هو فيه يطرحه ويحطه، ما بيذكره لحدا، ممكن ما يذكره لحدا، لكن هاي فرصة له لأنه يطرحه ويعلن عنه. كمان قمت بفكرة كتير حلوة، هي متاحة
للاعمار مثلا الصغيره للتعبير ايضا بالاضافه للرسم. يعني خلينا نحكي عن الفئات العمريه الثلاثه اللي موجوده، مثلا طلاب الحلقه الاولى من مرحله التعليم الاساسي قلت لهم يرسموا موضوع اتخيل العالم الذي احب مع كتابه جبله معبره على وجه اللوحه وحريه اختيار التقنيه والالوان المستخدمه. الحلقه الثانيه تلاميذ من الصف السابع حتى التاسع موضوع المطلوب للرسم من ساكون في المستقبل. المرحله الثانويه التلاميذ من العاشر للبكالوريا موضوع المطلوب للرسم رسم شخصيه عالميه مؤثره بالاسلوب الخاص لكل طالب. يعني هي العبارات المفتاحيه خلينا نقول قد ايه ممكن تحمي هذا الجيل اليوم الضايع اللي ما بيعرف شو بده ضمن الخيارات وضياع مثلا العالم اللي نحن فيه اليوم بتحديد هدف معين، يعني خطوه خطوه من بدايه كيف عم يتخيل العالم، لانه طفل صغير ما راح يعرف يكذب هو تفكيره لحتى يكبر ويحدد الهدف اللي بده يصير. خلينا نقول احنا دائما المفاتيح الشخصيه هي تراكم الوعي عنده. الفتره الاولى انه هو بيكون عالم حر، عالم طايف، في هيك ما بيخضع فيه لنظم وقوانين محدده، هو عالمه اهله وامه ومحيطه، مكتبته تخته وصالونه وحديقته وشارعه والدكان اللي بيشتري منه اكلاته، هذا العالم خليه يلتقطه هو بطريقته ويعبر بجمله ناعمه، ممكن تكون من الشعر اللي عم يقراه، ممكن تكون من كتب الفلسفه اللي بمكتبه بيته، ممكن تكون من اي مقوله ممكن الاهل يساعدوه فيها، لانه هذا جزء من الشراكه اللي حكيناها، لانه احنا اليوم بحاجه نعمل هذا الضجيج الجميل في المكان مع الاهل. بينما الوعي شوي خليني اقول بالمرحله الاعداديه حتى يقول انه انا مين؟ انه انا بتعرف هذا السؤال بينطرح انه انت شو بدك تصير بالمستقبل؟ صحيح. طيب يا ترى كلهم بده يصيروا دكاتره؟ كلهم بده يصيروا مهندسين؟ كلهم بده يصيروا ما بعرف شو؟ بتعرفي لانه كله بتلاقي الاهل بتقعد بتقول له انت بدك تصير دكتور، لك اخي انا ما بدي اصير دكتور، لك انا زلمه بحب الهندسه، بحب الفن. صحيح. فهذا السؤال هو لازم يكون له مجموعه اجوبه. فهذا الخلل مطلوب بعمليه بناء اللوحه، انه انت شو بدك تكون؟ طبيب بيخلق عالمه الخاص، مواد الطب، صحيح، الهندسه، معمرجي، شو بده يصير؟ هو حر يا اخي بهي المساله. بينما الوعي اكثر بالثانوي بيكون هو صار هو مفتوح اليوتيوب اكثر بالنسبه له، مفتوح القنوات السوشيال ميديا، بصير بقى بيتاثر. الناس ما بتعرف من هو ستيف جوبز مثلا، الناس ما بتعرف من هو اينشتاين، بصير عنده الايدل يمكن. صحيح. بصير عنده ايدل، بصير في عنده بوصله احيانا، فهذه القدوه اليوم ممكن تكون قدوه محليه، يكون ادونيس، ممكن يكون اي شخصيه اليوم اثرت بوعي مجتمعاتنا اليوم، فهي عباره عن مثلث نقدر من الحريه والعبثيه لنوع من النظام الى نظام كلي. فاجتهدنا يعني مع بعض كلياتنا لحتى قدرنا نلاقي هالجمل هي، ل ما بدنا نحن كمان مواضيع حره. تمام. صحيح. يعني احنا بهمنا كمسابقه مو انه والله الكل بده يفوز ومفكر حاله انه لا، بدها اجتهاد. والتحرر لا يمكن ان يكون على صعيد مجتمعات كامله، التحرر فردي. لازم ينتبه الانسان انه هو القادر على بناء ذاته، لا يقول انه والله الوضع صعب ما عم بيساعدني، ما بهم. انت اليوم في كثير مؤشرات عالميه لعظماء كبار كانوا عايشين تحت الدرج، منهم والت ديزني مثلا، عمل ميكي ماوس كان تحت الدرج موجود مع الفئران يعني. واغلب الناس يلي يمكن نجحت بالعالم هي صنعت نفسها بنفسها. صحيح. ومن اللا شيء صنعت شيء. تمام تمام، بالاضافه لنحن انا عمليا الوقت اللي بشارك مجتمعي او الطلاب والتلاميذ من خلال بنيه ماليه او فكريه، هو هذا نوع من الانعتاق اللي انا بمارسه كدرويش، يعني بتعرفوا الدرويش تبعي، هذا نوع من الانعتاق والتخلي اللي انا بندمج فيه مع هيدي الشرائح من جهه الفن اللي انا بفهم فيه. انا هذا اختصاصي، يعني الواحد ما مطلوب منه والله يشتغل بعلميته، هذا اختصاصك. طبعا. ابدع فيه، كل مين عنده اتجاه يشتغل عليه وتقدم، هذا هو يعني. بعدين احنا صحيح وضعنا عناوين محدده، لكن هي الرؤيه خاصه من كل طفل او من كل طالب، حريه التعبير تماما يعني. هو بيعبر عنها. كمان لفكره اخرى، انه احيانا الاهل ما بيعرفوا شو عم يفكر ابنهم، فهي فرصه كمان لحتى يتشاركوا مع بعضهم، انه يعرفوا رؤيه ابنهم لوين عم بيفكروا، لوين عم بيحلموا.
يعني بلحظه من اللحظات الاهل بحاجه ليعرفوا مكنونات اطفالهم. تماما، فهي فرصه للتشارك وغيرها من المواضيع. خلينا نخبر بس كل الاشخاص اللي عم يتابعونا كيف بيقدروا الاطفال انهم يشتركوا بالمسابقه. هل هي كل مدرسه بمدرستها، بكل مدرسه في بروشور موضوع لحتى المشاركه؟ خلينا نعرف عن اليه مشاركه الطلاب. هلا صار في تعميم لكل المحافظات، والموجهين الاختصاصيين او مديرية التربيه بكل محافظه عممت على المدارس. هلا على كل مدرس يتابع في فصله مع طلابه. المنتج اللي بيطلع من كل مدرسه رح يروح للموجه الاختصاصي لماده التربيه الفنيه في كل محافظه، ومن الموجه الى مكتب التوجيه الاول رح ترجع لنا الاعمال لحتى احنا نقيمها مع لجنه التحكيم المختاره. في رح تتشاركوا يعني بالاعمال الاخيره يلي رح توصل لعندكم؟ او يعني هلا انت اسرتي الشغله، هلا اللي عنده اشكاليه في عمليه توصيل الف نون معروفه ساحه الشهر بندر، يجمعوا بعضهم ويحطوها بظرف ويكتبوا الاسماء بشكل صحيح ويبعثوا لنا اياها بالبريد بشكل شخصي. تمام، بشكل شخصي ما انا مشكله، لكن نحن ما بنفضل العمل المؤسساتي لحتى نقدر نحاكم فيه وضبط بنية التوجيه، لحتى نقدر نحاكم فيه بنية التدريس، لحتى نقدر قديش نحن نقدر نكافئها او قديش نحن نقدم تقريرنا انه ما كانت فعاله. صحيح، فاذا كانت فعاله رح تتكافئ، وما كانت فعاله رح تتعاقب غالبا. رح تتحاسب يعني. خلينا قبل ما نختم، نعم قبل ما نختم خلينا نحكي عن جديدكم بصاله الف نون. دائما في مشاريع، في افكار جديده يعني اخرها مثل ما شفنا الوان وافكار، وقبلها كان في حبق حب وحق. خلينا نحكي عن جديد هلا، في شيء جديد، فكره هيك غريبه عم احنا رح نحن محتفلين حياه بالوان وافكار، لانه حيضل 15 ايام. نعم، لانه انا دائما بقول يجب اعاده تقييم النخب. النخب اليوم هي كلمة لكن هي عظيمة كتير، لازم تكون فعالة. يجب إيجاد بوصلة، يجب إيجاد ميثاق مختلف للعلاقة بين نفسك والآخر. نحن اليوم عندنا معرض قريب رح يكون اسمه يعني عروس ومأدبة للدكتور طلال معلا، وغالبا بعد منه حيكون في عندنا معرض لإلي اسمه حريق وحرقة، بيستقرئ الحرائق وبيستقرئ أوجاع الناس بشكل أو بآخر. مستمرين بجملة المعارض اللي احنا عم تعرفوها، انتم شركاء حقيقيين لنا بهذه المنظومة هي. يعني ان شاء الله يعني نكون نبضة ملونة بهذا العالم ان شاء الله، نرجو انه تنزاح هذه الغمة عن البلد وعن كل الناس. اكيد ان شاء الله باذن الله. نتمنى لكم كل التوفيق يا رب بمشروعكم المشترك وايضا بمشاريعك الخاصة سيد بديع. شكرا كثير لكم، بنشجع كل الطلاب انه هن يطالعوا بقى كل الافكار الحلوة يلي عندهم والابداعية ويشتركوا بهي المسابقة. شكرا كثير، شكرا جزيلا. شكرا لوجودكم معنا ساندرا واستاذ بديع، وهيك دائما تعطونا هي الالوان والطاقه الايجابيه والامل، اهم شيء، لانه اذا ما في امل خلص. اكيد شكرا لوجودكم معنا.